معكم سعيد أبرده من نواحي تدارت أنزا أكادير. المشكل ديالنا الوحيد هو أننا كنعانيو من المافيا العقارية في تدارت في الأسماء ديالهم. حنا عندنا الأرض ديالنا أبان عن جد، أرض ديالتنا، وإذا بنا كنجيو كنلقاو هاد مافيا العقار كيجيو لينا الأرض ديالنا كيحفروها. ملي كنجيو حنا كنحبسوهم، ملي كنجيو كنحبسوهم حنا كنتعرضوا ديما للإهانة. الأرض ديالنا كنقول لهم علاش كتحفروها، كيجيبوا البوكران كيبيعوا يحفروا الأرض، كنوقفوا عليهم كيقولوا لنا كيمشيو كيجيبوا لنا السلطة، كيجيبوا لنا السلطة، كيجيو عندنا السلطة كيقول لنا لا هادو راه عندهم الرخصة خصكم تخليوهم يبنوا. وهذه الأرض ديالنا حنا، وإذا بنا حنا كيقول لنا غنعتقلكم، غنديروا لكم غادي باش غادي يعتقلونا، باش غادي يعتقلونا، ما عندهمش حق يعتقلونا، لأن الأرض ديالنا هذيك خصنا نموتوا عليها. راه الإنسان كيموت على الأرض ديالو. باش كيديروا لكم هذه الأرض؟ هذه الأرض هذه كيدير هما اش كيديروا؟ كيمشيو كي جوج الناس كيديروا عقود بيناتهم، واحد كيبيع لواحد وكيمشيو عند شي محامي كيدير لهم شي عقد وكيدفعوا الرخصة، كيعطيوهم الرخصة. أنت إلا مشيتي الرخصة ما غيعطيوهاش لك. كيجيو كيقول لك لا راه الرخصة شدها فلان، وحتى إلا سبقتيهم كاينين دابا عندنا حالات الناس شدوا الرخصة، عندهم الروسي باش شادين الرخصة، ومني كيجيو هاد المافيا العقار هادو كيعطيوهم ثاني ديك الرخصة وكيجيو هما يبنيو، وإلا شديتيها أنت ما يخليوكش تبني. أنت مول الأرض. كاينين الناس هنا كاينين الناس عندهم الرخصة وما خلاوهمش هما يبنيو، هاد المافيا العقار هادو عندهم الرخصة ديالهم وما خلاوهمش يبنيو. هادو هاد المافيا العقار اللي ما خلاوهمش. الأرض ديالنا هادي، الأرض ديالنا، واش أنا غتدي ليا الأرض ديالي ونشوف فيك؟ وملي كتقول لي غتعتقلني وغدي ليا، ها هو تخليه أنت باش يبني لي أنا الأرض ديالي. حنا ملي كنديروا دعوة استعجالية كنمشيو نديروا دعوة استعجالية في المحكمة، سبعة د الجلسات ما تعطينيش أنا إيقاف الأشغال، وهي بيتيني أنا الدبز معاه نقتلو الا ما عطيتينيش ايقاف الاشغال. راه هذا هو المشكل الوحيد اللي عندنا دابا، راه سبعه د الجلسات وما شديناش، داروا لنا رفض الطلب. والدعوه الثانيه ثاني درنا عاوتاني دعوه استعجاليه وداروا لنا ثلاثه د الجلسات وداروا لنا عاوتاني رفض الدعوه، وانت كتقول لي رفض الدعوه كاع ورا ما خص. حنا الضحايا راه تقريبا راه كثار، حنا دابا هادو اللي كنعرفوا راه شي 8 الضحايا تقريبا. دابا هادو اللي كنعرفوا راه كاينين ناس اخرين نعيطوا لهم يجيو ما عندهمش وقت، كاينه الناس خدامه هما كاينين الناس كنعرفوهم هنا حدانا. راه الا جينا نجمعوا الناس راه غادي نلقاو شي 14 واحد ولا 16 واحد هادو بعدا اللي كنعرفوهم. الرساله الاخيره هو ان العداله تاخذ المجرى ديالها في هذه القضيه هذه، لان هذه قضيه حساسه. هذه القضيه هذه خصنا حنا نلقاو الحل ديالها باي طريقه. حنا راه ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء، واخا نعرفوا نمشيو ليه الرباط، المهم غادي نتابعوا هذه القضيه هذه، ما غاديش نسكتوا عليها. السلام عليكم، معكم الخادم من حي تدارت أنزا أكادير. المشكل عندنا هو بحال الناس، بحال مجموعه ديال الناس دابا الضحايا ما في العقار. المشكل عندنا حنايا كاين السيد شرا البقعه فيها 77 متر 1994 شرا عندها تكمل حاليا المنطقه الصيفيه ديالو، وعادي في ذاك الوقت ومن بعد ما باعها اتوقع ليه جلسوا حتى 2014 مات السيد، ومن بعد جلسوا هما حتى 2022 عاد مشاو كيبنوا فيها. وقفنا عليهم قلنا لهم واش كنتو، قال لك وديو حنا، قلنا لهم واحد حنا هما الامين الارض، قال لك ودي عندكم شي وثائق، قلنا له ودي حنا عندنا وثائق ديالنا وعندنا العقد ديالنا باش تشريتو هما جوج الناس. ولا شارين ديك الارض؟ لا ديك الارض مشريه، عندهم بوثائق قانونيه يعني مسجله في الموثق، داك الشيء مسجل وبلا بلان ديالو. راه هو دابا حاليا البلان هو عندي هنايا، هي هذيك الناس هذو درنا بهم شكايات النصب هو الاول عند السيد وكيل الملك. من بعد دعوه مستعجله هي باش تعطل الوقت، هما ربحوا ذاك الوقت ديال باش تعطلت ومشاو كيبنوا، ولكن الحمد لله جا التوقيف من المحكمه، جا التوقيف وبلغنا عليهم وتنفذ. وهذوك الناس ورفضوا ديك فاش كنت عندها، قالت لك لا راه اسوء، قالت لك داك الشيء بيكون بين القضاء صافي حنا ما ندخلش فيه. ولكن ونهار بدا كيبنوا تنفذ عليهم، بدا كيبنوا وجبت لهم مفيد قضائي عمر محضر المعاينه، تبت لهم بان كيبنيو. وجا السيد داك الشيخ هو اللي حضر معايا حتى هو، عطاهم قال انا غادي، قال لك بالحكم القيد راه ما كايناش، غادي ندير اسمع ديالو، غادي ندير واحد ندير المحضر ديالي انا باش نحمي راسي ونحمي السيد القيد. ودرنا به شكايه اخرى عاوتاني من كيب السيد وكيل، السيد وكيل الملك درنا به شكايه اخرى عاوتاني. هي هذيك وكاينه في الدراسه الاولى، قال لك كاينه في الدراسه واحد الوقت، قال لك ارجع الحاله الى ما كانت عليه عاوتاني الاخرى عاوتاني كاينه في الدراسه. وهي هذيك باقي كيبني ولا لا؟ الحديقه باقي تيبنيو مازال، وراه عندهم التوقيف وكل شيء، وكان ما فهمتش انا والو. انا اللي ما فهمتش انا هو واش عنده التوقيف اش باقي كيبني؟ شكون هذا اللي مئيلو؟ قال لك باش تهضر معاه عاوتاني واحد القضيه، كنهضر معاه عاوتاني قلت له شنو دير مع الله وباش تمشي عندهم؟ قال لك اذا مشيتي ما تدير العواد،
واش هذا السيد هذا واش هذا ماشي واعي هذا السيد ماشي واعي حنا ماشي خايفين منه راه حنا طحنا راه بحال طحنا راه عصابه حنا نجي نهبطوا ونديروا السيما حنا باش ندرسوا على يدينا حنا درنا طبقنا المسطره القانونيه ودرناها ولحد الان باقي متبعينها والناس ديالكم اليوم شنو كطالب انا اللي كنطالب دابا من الناس المسؤولين ديال تاع العداله يعطيونا الحق ديالنا واللي بيشري وتنقول للمواطنين اللي بيشري شي ارض هنا حيت الدرت انزات الدرت القديمه اللي بيشري يمشي عند المواطن احسن ليه لان كاين واحد المافيا هنا العقار كتحب مع كاع شنو كتحب عند راسها كاع هي هذاك هو اسمو عليه يمشي عند النوتير وديك النوتير ديك الساعه غيجبد من الجدر ديالها الا كان فيها شي مشكله وهذاك ما فيهاش مشكل المهم النوتير غيجبد من الجدر ديالها معكم ياسين الغشوي حيت الدرت انزا حنا كنعانيو من واحد المافيا ديال العقار هنا في تدارت كنعانيو منها كيديروا عندهم عقود ديال البيع مزوره ما كاينينش غير وارده في السجل ديال الامضاءات كنعانيو منهم كاش كنديروا شكايه تولينا الشكايات ديالنا وكيلوحوهم في الحفظ وحنا عندنا الدليل بانه هذا السيد هذا راه مزور هذا العقد هذا مفوض قضائي بانه ما كاينش وكيشدوهم وكيلوحوهم في الحفظ وحنا عاوتاني فاش كنمشيو كندفعوا له الرخصه ديال البلان وهما مشينا حنا دفعنا البقعة ديالنا الرخصة ديال الرخصة والبلان باش نشدو الرخصة ديال البني قال لي كاودي السيد اللي مسؤول قال لينا ودي راه ما نعطيكش الرخصة لا انت لا هما حتى تجيبوا لي حكم من المحكمة ماذا بيه دازت واحد شهر تقريبا كنتفاجئوا السيد كيحفر فاش مشينا سولنا وسميتو قال لك لا راه شد الرخصة وشد البلان ديالو كيفاش هادشي الارض ديالكم ورد الارض ديالنا حنا شريناها والناس دابا فاش كيبقى فيك الحال المشكله كون هار كانت هاد الارض حتى هو شاريها نقولوا راه ضحيه هاد السيد الرساله ديالنا الله يرحم الوالدين بين السلطات الله يرحمها اللي كتوقف معنا في هاد الشيء هذا محمد وارد ديال هاد النصاب هذا كنعانيو من هاد المافيا العقار كيتراموا لنا على الاراضي وكيجيبوا التراكس كيبداو يحفروهم وفاش هذا راه وارد ديالنا فاش كنطلب منه القسمه ما كيبغيش باش هو يبدا يترمى على الاراضي شي اربع د البقعات دابا داهم هكاك لقيت التراكس كتحفر فاش كان سميتو كيجيوني البوليس كيقولوا لي راه عنده الرخصه وعنده البلان هي الارض ديالي وكيقولوا للمول التراكس حفر هكا ودايق مزورين ما كاينينش في الريجستر فاش كنمشيو للمحكمه كنديروا شكايه الوثائق راه باينين مزورين سيدي تعدى بلات نغزغ نشهر 6/2014 فلان يتعدى يوش كان زعما تقادير ندوب بلاتي مصلى جامعة الدراري كاع عملت تقادير يدوك دانا يوش كان زعما غير يترمى في الفكرة وكا غير من بعد اللي غيترمى نكش من المحكمة من بعد اللي نغمس للحبس يسكري ويسن الوكلاء ياش كي داير الطلب نتنازل نعاود نتنازل سي تنازل غير من بعد يريد داخ مؤخرا 2022 2023 هاد يوش كدا زعما يطلب بلاصة ولا كنت كتقول غابوية يعني غابوية غمس شهر 5 2022 كسيخ كرا البهايم غامز نغين ياش كني زري غامز نغين انك سيدي تشيتي يا يدانو تشيتي يا كدار تشيتي يا فياش ولا زغامز خمس سنين هاد وري لو فياش وري لو فياش وري لو ورقان وري لو خمس سنين وجي لما يسني كرا فياش ولا كرا ورقان يسكر في التي كرا تشهد يعني ندنادو وري زران والله زري ختنا وتناق زري غا كل كي سكر يفتون المحكمة شاهد في التي يعني الناس اللي درس 10 انتغاطني يعني اللي درس الناس 50 راس يعني الناس اللي الحيازة يعني الناس ورت لا يعني الناس اللي سوسو زرقان نكيت لا داري الحواديت الشغل وقادير السنسور نكارزي 6 شهور هاتكي مختار السوسي وقادير 6 شهور هاتكي نكي 18 سحود 2013 يعني تلو كان داري السرطة فيك غلاد ورزدار نكي ورزدار يعني السوس غرقان ولا هذا الشيخ كسر زرو ولا كره الحاجه والو كيف لي سكري فلاتي الشهود بينما دمها يدهميه فغير غير اكلا نيكا غابويه ايكا فورستي يعني انت ورجد انت غني ستين كراو فياش ولا يستغل الملكه ولا الجيكات نكورت غير نسنغا وكغمس الملكه نلقي السنغا وجد نكاد كيس زران السيده اللي شاهدني انك سيدي انت الحياه كله تارغني زرا السيده من بعد السيده اللي شاهد نغمس نغين تلايات الشهاده اللي داريه يسكرتي السيده اللي ماسي هو 2017 يسكرتي السيده اللي ماسي هو كالوينز يتراجعت السيده هو 2023 يسكر داك الشهاده السيده دغيلاد يشهد في التي غمس المحكمه تحكم المحكمه 60,000 ريال دات شهر زولسي في التي سكر غيات الشهاده كي يشهد لحتي نغمس سميتو لحتي نتاغ الحفظ غير هاتي لحتي نغمس الحفظ هاتي الماء ديال ستيد نتحد على هذا الدغم سكرا سميتو نكر الضرب الحقوقين والضرب نكيق السيدة رقص الضرب الحقوقين